عميدة جدا. دكتور تاز نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن بصدد مواصلة مناقشة القضية اللي رأي العام منظمة كيزبابها والمتعلقة بالدكتور تازي ومصحة الشفاء. اليوم تم الاستماع مجددا ومواصلة للمناقشة مع الدكتور تازي، والذي نسجله هو أن يعني الدكتور تازي يعني ضبط المسائل ديالو من ناحية الواقعية، يعني أنه كيعرف كل صغيرة وكبيرة على المصحة ديالو، وأنه اليوم كيأكد المحكمة بأنه يفاجأ كيتفاجأ ولا علم له بتاتا بما يقع ربما من وراء ظهره، وأكد مجددا على أن الزوجة ديالو والشقيق ديالو لا حق لهم لا للولوج إلى المناطق اللي هي كتتعلق بالعناية المركزة ولا بالولوج إلى الإدارة بشكل عام، ولذلك يقول هو بأنهم لا صفة له، وبالتالي جميع المكالمات ربما الدكتور تازي يقول كان حتى جيت عند البوليس وأفاجأ بهذه المكالمات، ولعلها في طياتها يعني تم الإساءة إلى فهمها، وكيأكد بأن المضمون ديال المكالمات لا تتضمن لا عمولة ولا تتضمن نسبة ولا تتضمن أي تعليمات المتكلم عليها، أو إذن هو دائما يتشبث بأنه عنصر العلم، لأن لا يخفى على الجميع بأن عنصر العلم الجريمة راه ركن من أركان الجريمة، وبالتالي هو اللي كيدير القصد الجنائي للإنسان، فهو يؤكد من هذا يعني من المناقشة معه بأنه لا علم له. المحكمة بطبيعة الحال حاولت مع أنها تكون دقيقة في الأسئلة ديالها، وعرضت عليه المكالمات كما قلنا، ثم عرضت عليه حتى الفواتير، فأكد الدكتور تازي بشأنها بأن المصحة لا تعطي فاتورة يعني في كتتخلص المبالغ، وإنما هي تعطي واحد الوصل، وميز ما بين الوصل وما بين الفاتورة، وقال بأنه إلا كان شي واحد تعالج راه عنده وأدى راه كيكون عنده الوصل، وقال بأنه هاد 36 شخص اللي هما الآن تم الاستماع إليهم واللي ملفاتهم هما موضوع مناقشة، قال بأن في الأخير بقات مجموعة ديال لا تتجاوز 10 ديال الملفات، وأن جل هاد الملفات الناس أداوا يعني أنهم استفدوا من العلاج وغادروا من المستشفى، ولا واحد منهم تقدم بشكاية ولا واحد منهم ضرر من المستشفى، وأنه يفاجأ بهذه المبالغ اللي تم يعني من وراء إداره، وهو لا يعلم لحد الساعة كيقول أنا ما كنعرف من أين يعني لا مبالغ ولا من أعطى لي، وكيف حتى أنه يفاجأ بالصور اللي واجهته المحكمة، كتقولي صور خرجت كيأكد بالعظمة الإنسان، وحتى بين يعني العناصر اللي كيشتغلوا ممنوع أنهم يلتقطوا صور مما بينهم، وما كيدخلوش حتى يعني الهواتف ديالهم الذكية، ولذلك كيأكد بأن هذه الصور اللي هما عرضتهم المحكمة تمت في ظروف غامضة يجهلها هو، وأكد كذلك بأنه كاين مسؤول ديال الموارد البشرية اللي هو كان مفروض أنه يتحمل المسؤولية ديالو لأنه كيشرف على تسيير هذاك المرفق، كاين مسؤولين اللي هما بالتراتبية عنده واحد يعني تدرج في المسؤولية، وبالتالي قال لك عنده ما يسمى بتكوين لجنة الأخلاق، فمن كيكون شي مشكل أنه كيمس المصحة أو كيمس أحد الناس اللي ما كيشتغلوا المصحة كتشكل واحد اللجنة اللي لجنة الأخلاق وكتتابع وكتاخذ القرار ديالها، وممكن أنها تحيل الملف إذا كان في شي عمل جرمي تحيلو على الجهات المسؤولة. إذن هو يؤكد هذا تقريبا هو ما راجع اليوم أمام المحكمة باختصار حول الصور حول الصور. ما تم سقوط من المحكمة؟ أنتم كدفاع
وحنا انا اتكلم الان بصفه عامه ما راجو، لكن حنا التدخل ديالنا كان دقيق جدا يتعلق بالموكله ديالنا. حاولنا ان نقف على بعض الامور المهمه في الملف ديالنا، وهي علاقه الموكله ديالنا بان مسؤول على قسم فوتره باي طرف من الاطراف، هل تتلقى منهم تعليمات، هل يشتغلون تحت امرتها ام هي تحت امرتهم. فاكد الدكتور تازي في جوابه بان الموكله ديالنا هي مستقله في ان الاداء المهام ديالها، وانه لا يلزمها الا الملف الطبي يكون متكامل وتضمن كل ذلك يعني بوثائق من موسى وبناء على معطيات ووثائق حتى كتجستيفي. ثانيا اكد الدكتور تازي من خلال الاسئله اللي طرحناه بان كاين واحد لوجيسيال اللي هو مراقب، فالموكله ديالنا اي تصرف الا يعني كاين واحد الناس من وراها كيراقبوا. اكثر من ذلك كيقول بانه لا يمكن بتاتا تلاعب المعطيات اللي كندخلوها في هذا اللوجيسيال اللي هو كيشرف عليه الدكتور تاجي شخصيا هو وبعض التقنيين ديالو، اكيد جوج ديال التقنيين. اذا كانت هناك مساله اخرى علاقتها بالمسلمات يعني احد المتهمات في هذا الملف بين قوسين ما نبغيش نتحفظ الاسم ديالها فاللعبه سعيده. واش الموكله ديالنا كتاخذ الاوامر؟ فثبت بالملموس بان الموكله ديالنا هي مستقله وما حتى واحد ما كيعطيها حتى شي اوامر وما كيتنسق معها حتى شي يعني مسؤوله. هذا هو تقريبا. واكثر من ذلك كان سؤال عندي ربما مباشر يتعلق بالملفات العالقه اللي دايره هي هذه المشاكل كلها، فاكد بان الموكله ديالنا ليس من ضمن اختصاصاتها الملفات العالقه ولا علاقه بها. اذا نحن نؤكد البراءه ديال الموكله ديالنا. مشى 22/12 للاستماع الى المصرحين ديال المحضر. شكرا.